وتجي تقول لي معناتها يقول لك ايه نسمع مره في نجيب الشعبي ايه يلزم رئيس دوله ياخذ 30 مليون والسميك نتاعنا معناتها 250 دينار. شي الحكاية تي مو تعرفيها عن انيبال لكتير سي كوا لو كرون مال كي بو مانديبل سي لا كونفواتيز نخزر له تطلعني انيابي نحب نغرس فيه انيابي ونشرب من دمه ونفك له كل شيء. انا مره معناتها قعدت هذا في الفيلم انا هي في الفيلم وفي الدنيا هذيك هي من شنو هي الثوره شنو تاكل خير مني نحب ناكل كيفك شو علاش انت بامك خير من امه يمكن انت عندك 9 شهور ولدت يا اخي الباجي معناتها ولا الناس كل هذه ولا يسكنوا في قصور ولا يسكنوا في والاخر تسكن في قرابه معناتها في ما وحطي في بالك هاو نقول لك ولما اتنبا ما عمري ما غلط وان كتبت انه بن عريب شارعا رحل وان قلت راي بسوخ اختيارات بعد الثوره والثوره وقعت واللي يقولوا يوقع سنوات البيج ستكون سنوات حمر دم وسنوات سود كح لانه ما ثمش ما همش حاضرين للاستجابه الى حقوق الناس. ناس جاعت ناس تهانت ناس واحد الى متى شنو مبنكين في القصور مبنكين في مرسيدساتكم تاتوا نشوفوا كوهم لكم جايينكم جايينكم علاش تشاؤم هذا الكل؟ لا مش تشاؤم هذا ما ناس لا تجهر ولا تحشم ناس قدامها الناس كل تعرف اللي معناتها في البلاد هذه ثم 24% من التوانسه يعيشون تحت سقف الفقر وثم 50% يعيشون الفقر وهم يعيشون في البحبوحه ومبنكين هكا واحد ربما شنو الحكايه هذه؟